الحمد لله على سلامتك يا مفات. الله يسلمك. انا ما كنتش متخيله ان انا هلاقيكي كده. امال انت كنت فاكره هتيجي تلاقيني بلعب 10 ضغط ولا بضرب شقلباز في الهوا؟ انا ما عادش فيا حته سليمه، الحاجه الوحيده اللي بتتحرك فيا عواطفي، الباقي كله مات يمه. انا اسفه يا حبيبتي، انا السبب، انا اللي كنت مقصوده، انا ينتقم منهم. انت السبب. انا في الاول افتكرتك يعني داخله عليا تستظرفي ولا تقولي لي انا بحب الخديه وقول الحاجات الخايبه بتاعتك دي. هوب نزلوا عليا دب طخ بوم تراخ. ايه يا جدعان؟ طب يا جدعان يعني اشتموني، قولوا لي مثلا يا خطفت الرجاله، يا واكله حق اليتامى، اي مبرر للمجزره اللي هتحصل دي. ما فيش يا اختي، يعني هو كده ايه نزلوا عليا مره واحده هتتك بتتك بقى وفني وجعك على رجليا بقى وعلى ضلوعي وعلى كتفي، وانا احلى حاجه فيا كتافي. طول عمرهم كان يقولوا لي يا ماتيلدا كتافك كتاف انجلينا جولي في فيلم مستر اكس ده ولا ابصر سميث مش فاكر، اصلا هم ضربوني على نفوخي. بس يا اختي مش مهم، فداكي انا اتحمل، انت ما تتحمليش، المهم ان انت كويسه، انت وقصه الحب بتاعتك اللي هتجيب اجلي دي. والله وحشتيني يا مفاتن، وحشتني خفه دمك. يلا قومي بقى، مينا والخديوي هيجيبوا لك حقك. لا 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 لا، انا مش عاوزه حاجه، انا مسامحه، انا نفسي بس نعيش في سلام كده وفي حالنا. انا شفت الموت بعيني، احنا بنجري ورا ايه؟ مفيش حاجه مستاهله. والله العظيم عندك حق، مفيش حاجه مستاهله. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه يا حبيبتي؟ اعدلي لي النضاره. لا تخزقي لي عيني داية الا فاضله. انا اسفه. بالراحه. ايوه كده. السقف عاوز يتزعف باين. على فين يا زينب؟ طب والله ليكي وحش. فتحي بيه اتفضل. لا اتفضلي انت. ايه يا فتحي بيه انا عملت ايه؟ يلا يا ماما اتفضلي، عم بخر البوكس حبيبتي. الله، هو انا عملت حاجه؟ ايه يا فتحي بيه انا ما عملتش حاجه. يلا انت عارفه السكه.